لذلك هم عارفين أن أقوى ما نملكه نحن هنا في تونس وفي الدول الإسلامية والعربية هو الإسلام. نحن عندنا قيم، ولذلك أول ما استقلينا قضوا على الزيتونة، ولذلك لما قضوا على الزيتونة أصبح هؤلاء الجرذان يخرجون في الشوارع ويقولون كما وصلني الآن أنهم كاتبين مساواة مساواة، لا شريعة لا آيات، لا شريعة ولا آيات. من أنتم؟ من أنتم؟ لن تمروا أبدا. بس نحن ساكتين. ليش ساكتين؟ لأننا عارفين لن تصلوا إلى شيء، لأننا عارفينكم لا تساوون شيئا، عارفينهم لا يساوون شيئا.